بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 68 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. يسرنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. في مستهل هذا اللقاء نستأذنكم فضيلة الشيخ صالح ونطرح هذا السؤال الذي بعثه الأخ أبو خالد. يقول: زوج أختي عليه ديون كثيرة، وسبق وأن خسر في الأسهم، وهو غير قادر على العمل صحيا، وصاحب عائلة، ويسكن في بيت صغير جدا، حتى أن الأبناء ينامون في المجلس مضيق المنزل وقلة عدد الغرف في البيت، مع العلم أن هذا البيت الصغير يملكه. يقول السائل: هل يستحق الزكاة؟ وأعطيه من زكاتي، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، الله عليم حكيم. وما ذكره السائل من حال زوج أخته أن عليه ديونا يعجز عن تسديدها، وأنه فقير وعنده عائلة ومسكن ضيق، فهذا فيه أمران من أمور استحقاق الزكاة، أو فيه مسوغان من مسوغات أخذ الزكاة. الأول أنه غارم عليه دين، هارم لنفسه، والثاني، السبب الثاني، أنه فقير في عائلته وأهل بيته، فيستحق الزكاة على ما ذكره السائل. نعم، أحسن الله إليكم. ننتقل إلى سؤال آخر. هذا السائل معاذ أحمد من جدة يقول: هل لشهر رجب خصوصية بصيام وصلاة؟ ليس لشهر رجب خصوصية لا بصيام ولا بصلاة، بل هو كسائر الشهور، إلا أنه شهر من الأشهر الحرم، يحرم فيها القتال، وليس له خصوصية غير ذلك. ولم يثبت في تخصيص شهر رجب بعبادة من العبادات دليل صحيح، فلا يخصص بشيء من العبادات، وإنما هو كسائر الأشهر. نعم، أحسن الله إليكم. السائل أبو محمد يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، ومن نسيها ماذا عليه؟ قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في حديث آخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج. فهذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم هو محل خلاف بين العلماء، هل تكفي قراءة الإمام ويستمع له، أو لا بد أن يقرأ خلف الإمام؟ على قولين، فالذي عليه الأكثر أنه لا قراءة على المأموم، بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزلت هذه الآية في الصلاة، فيستمع لقراءة إمامه، إلا إذا تمكن من قراءتها في سكتات الإمام إنه يقرأها، أما إذا قرأ الإمام فإنه ينصت لقراءته، وتكفيه قراءة الإمام. بناء على ذلك اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية، حيث لا يسمع قراءة الإمام ولا يقرأها في الصلاة الجهرية، بل يستمع لقراءة الإمام للآية الكريمة، وهذا القول تجتمع به الأدلة. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال التالي من أبو يحيى من مكة المكرمة يقول: عندي مزرعة داخل حدود الحرم المكي، وفيها بعض الحيوانات التي هي داخلة في ملكي، لكن حصلت منها أذية ويصعب علي إمساكها إلا بصيدها، فهل يحل لي صيدها؟ ثم إذا جاز لي ذلك، فهل يحل لي أن آكلها؟ نعم، هذه ملكك وليست من الصيد المحرم، هذه ملكك، لك أن تذبحها وأن تصيدها وأن تأكلها.
لأنك ربيتها، هي ملك لك. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم التزام الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نهاية كل كلمة أو نهاية كل كتاب أو خطبة أو فتوى؟ لا تجب في هذه الأحوال، لكنها مستحبة، وإلا فوجوبها إنما يكون عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي تشهد الأخير من الصلاة، وكذلك في خطبة الجمعة والعيد بعد حمد الله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنها مستحبة. نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: امرأة أسلمت ولله الحمد حديثا، ونريد أن يعلمها قراءة الفاتحة وحفظها حتى تقرأها في صلاتها، فكانت تكتبها بلغتها لأجل أن يسهل عليها تعلم نطق الفاتحة باللغة العربية. لا تكتبها باللغة الأجنبية، لأن القرآن لا ينطق ولا يكتب إلا باللغة العربية التي نزل بها، وإنما يباح كتابة تفسيره باللغة الأجنبية لأجل تفهيم الناس معاني القرآن الكريم. أما نص القرآن وألفاظ القرآن لا يجوز ترجمتها إلى لغة أخرى، نعم، لأنه معجز في لفظه، ولا يمكن أن يؤتى بلفظ يقابل اللفظ القرآني في الإعجاز. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: محمد صالح من جدة، إذا كان الشخص ملازما لقراءة سورة تبارك في كل ليلة في صلاة الليل، وذلك لفضل قراءتها كل ليلة، فهل ينهى عن ذلك؟ التزامها في الصلاة هذا فيه نظر، أما كونه يقرأها في غير الصلاة أو يقرأها بعض الأحيان في الصلاة لا بأس بذلك، أما ملازمتها في الصلاة لا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بأم صالح من الرياض، تسأل تقول: كيف نصلي، كيف أصلي وأنا خاشعة؟ لأنني بصراحة أصلي بدون خشوع، أي أنني أسرح في الصلاة. الخشوع شيء يجعله الله جل وعلا في القلب، ولكن له أسباب، لأن تتدبر القرآن، تحضر قلبها عند تلاوة القرآن، هذا من أسباب الخشوع. كذلك لا تصلي وهي مشوشة، شوشة الفكر، ما بحضرة طعام تشتهيه، أو أن تكون بحاجة إلى التغوط أو التبول يدافعها الأخبثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، أحسن الله إليكم. السائلة عاتقة من جدة تقول: إذا أراد الرجل مراجعة زوجته وقد طلقها طلقة واحدة، ماذا يجب فعله في هذه الحال؟ وهل هناك مهر؟ وهل يعلن ذلك؟ ليس هناك مهر، لأنها ما دامت في العدة وطلقها رجعي فإنها زوجته، فيراجعها بأن يقول: راجعت زوجتي، أو وعدتها، أو استرجعتها، أو ما أشبه ذلك، ويكفي هذا. وإن أشهد على ذلك شاهدين فذلك مستحب، ذلك مستحب الإشهاد على الرجعة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام المسجد عندنا في كل صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، ما حكم الاستمرار على هذا طوال العام؟ لا ينبغي الاستمرار طوال العام في كل جمعة، لأن هذا يظنه العوام واجبا، ليس بواجب، لما يتركها بعض الأحيان، يقرأ بغيرهما بعض الأحيان لأجل يعلم الناس أن قراءتهما ليست واجبة في كل جمعة. نعم، المستمع سعيد أحمد من تبوك يقول: يا شيخ، أنا نفسي ضعيفة وأرتكب الذنوب وأتوب وأعود للذنب، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك بالاستمرار في التوبة، ولا يأس من رحمة الله، كل ما أذنبت فإنك تتوب. نعم، من شروط التوبة العزم أن لا يعود، ولكن إذا غلبك الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء فوقعت الذنب مرة أخرى، كرر التوبة، الله يتوب على من تاب. نعم، أيضا سؤاله الآخر يقول: أنا نذرت لله أن أصوم شهر ولم أصوم حتى الآن، فهل يجوز أن أصوم 5 أيام وأفطر 5 وأصوم 5 وهكذا، أو أتصدق عن هذا الشهر؟ إذا نويت شهرا معينا فيجب عليك أن تصوم هذا الشهر المعين، كشهر ربيع الأول أو ربيع الثاني أو غيرهما. أما إذا قلت شهرا ولم تعين، فيجب عليك صيام 30 يوم متتابعة، لأن هذا مقتضى لفظ الشهر، مقتضى لفظ الشهر أن يصام متتابعا، إلا إذا كنت ناويا أن تصوم عدد شهر ولو لم يتتابع، فأنت على نيتك.
نعم. أحسن الله إليكم. المستمع أبو علي من الرياض يقول: كيف أتخلص من الوسوسة حيث أنه يأتيني الخوف دائما وأبدا سواء في الصلاة أو في غيره؟ تتخلص من الوسوسة بذكر الله عز وجل والاستعاذة من الشيطان الرجيم. كل ما أحسست بوسوسة استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من الورد في الصباح والمساء، قراءة الآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص، سورة الإخلاص، وكذلك عند النوم، وتكثر من ذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل. هذا مما يطرد عنك الشيطان، لأن الوسواس من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الوسواس من الشيطان، فتطرده بالذكر والاستعاذة بالله من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال التالي من أم فايز من الخبر، تقول: هل المرأة التي تأتيها الولادة عملية قيصرية هل تصلي أم تبقى حتى تطهر؟ بارك الله فيك. إذا كان الولد قد بلغ 81 يوم فأكثر ونزل عليها دم، سواء كان إسقاط الولد عاديا أو بعملية وينزل عليها دم بعده، فإنه دم نفاس، تترك الصلاة من أجله إلى 40 يوما. أما إذا كان قبل 81 يوما فهذا دم نزيف ولا تترك من أجله الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو بدر من الجوف يقول: بارك الله فيكم يا شيخ، أنا صليت الوتر وهو يؤذن الفجر، فهل صلاتي صحيحة حفظكم الله؟ إذا كان الأذان مبكرا قبل الفجر فلا بأس، صلاتك صحيحة. أما إذا كان المؤذن يؤذن على الفجر فلا وتر حينئذ، انتهى وقت الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، فتؤخره إلى الضحى، تقضيه مشفوعا. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل حفظكم الله، يقول: أنا وزوجتي فيه مشاكل كثيرة بيننا، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ إذا كان لسبب صحيح فلها أن تطلب الطلاق إزالة للضرر عنها، وأما إذا كان لغير سبب فهذا حرام عليها. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل أبو عبد الله من الخارج يقول: ما هي الساعة الأولى في يوم الجمعة؟ هل هي حددت بعد صلاة العصر أم وقت آخر؟ الساعة الأولى للذهاب لصلاة الجمعة، بعض العلماء يقول أنها تبدأ بعد الفجر، بعض العلماء يقول بعد طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السؤال المتعلق بصلاة الجمعة، حيث يقول: متى يدخل وقت صلاة الجمعة؟ وهناك من يصلي صلاة الظهر صلاة الجمعة قبل الدخول بعشرين دقيقة، فما الحكم في ذلك؟ يدخل وقت صلاة الجمعة بدخول وقت الظهر، على قول جماهير أهل العلم، ولا يجوز صلاتها قبل دخول وقت الظهر قبل الزوال، لا يجوز هذا، انصحوا هذا الشخص وبينوا له أنه مخطئ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا عبد اللطيف من الكويت يسأل حفظكم الله، يقول: الطواف في البيت هل يكون على سبعة أشواط أو بدون عد حفظكم الله؟ بمعنى لو أضفت أكثر من شوط. طواف في البيت سبعة أشواط ولا يزاد، إلا إذا شككت في بعض الأشواط إنك تلغي الشك وتأتي باليقين، تأتي بما شككت فيه، أو إذا كنت تريد أن تبدأ أسبوعا ثانيا، يعني تطوف سبعة أشواط ثم تطوف سبعة أخرى فلا بأس بذلك، أما أن تزيد على السبعة هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم سلطان من أبها تقول: يكلفني بعض الناس بتوزيع صدقاتهم وزكواتهم وأنا أوصلها إلى مستحقيها، ولكنني أنا أيضا من المستحقين، فهل يجوز لي أن أخذ بعضا من هذا المال؟ أنت وكيله، والوكيل لا يأخذ لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، لأنه مؤتمن. إذا كنت مستحقة استأذني من صاحب الزكاة وأخبريه أنك مستحقة. نعم. بارك الله فيكم. ننتقل إلى أبو سعد، حيث يقول: عندي مال أمانة وأبيع وأشتري فيه لأهله، فهل عليه زكاة؟ نعم، زكاته عليهم هم، على أصحاب المال، وإذا كان لك نصيب من الربح يبلغ النصاب عليك الزكاة أيضا في نصيب. نعم. بارك الله فيكم. هذه أم علي حفظكم الله تقول: يا شيخ جزاك الله خير، أنا متزوجة منذ 10 سنوات وعندي 4 أولاد، ولكن زوجي مقصر في الصلاة، فبماذا تنصحونني حيث أنني تعبت معه في النصح والإرشاد؟ إذا كان لا يصلي فلا يجوز لك البقاء معه، لأنه يخرج من الإسلام، إن ترك الصلاة متعمدا خرج من الإسلام، العياذ بالله، لا يجوز
يجوز لمسلمة أن تبقى مع غير مسلم طالب بالفراق أو يصلي ويحافظ على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو صالح من القواعية يقول: ما هو الدليل على أن 80 كيلومتر يعتبر سفر، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في أقل من 5 كيلو؟ دليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين لا ومعها ذو محرم. ومسيرة اليومين 80 كيلو، لأن الراحلة تقطع في اليوم 40 كيلو، هذه مرحلة، وفي اليوم الثاني 40، المرحلة الثانية يكون المجموع 80 كيلو. هذا دليل التقدير. وأما قولك أن الرسول قصر في 5 كيلو، فما هو دليلك على هذا؟ بين لنا دليلك على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. من جدة المستمع سالم يقول: أعمل في منطقة تبعد نحو 150 كيلومتر عن أهلي، وأعود نهاية الأسبوع. السؤال: هل اعتبر مسافرا في تلك المنطقة وأترخص برخص السفر؟ في الطريق ترخص برخص السفر، وأما إذا قمت في بلد العمل لمدة أكثر من 4 أيام فيلزمك الإتمام، يلزمك إتمام الصلاة، لأن السفر انقطع بالإقامة التي تزيد على 4 أيام. نعم. أبو سعد من الرياض يقول: المال الذي أنا عليه وصي لاستثماره، هل فيه زكاة؟ وإذا كان لقصر فما الحكم؟ إذا كان لقصر ففيه الزكاة، وأما إذا كان هذا المال للصدقة أو هذا المال وصية لوجوه الخير فليس فيه زكاة، لأن مصرفه مصرف الزكاة. نعم. وهذا السائل آخر يسأل أيضا يقول: أنا وكيل ورثة في مزرعة معروضة للبيع ولها إيراد، هل في هذا المال زكاة؟ نعم، إذا نويت للبيع صارت سلعة، إذا مضى عليها حول بعد النية إنها تقوم بما تساوي وتزكى. نعم. أبو هاشم من الرياض يقول: علي دين لأناس ولي دين على أناس آخرين، فهل في الدين الذي لي زكاة؟ بلا شك، لأنه ملكك، ما دام أنه ملكك تجب عليك زكاته، إلا إذا كان الدين على مماطل أو مفلس لا تدري هل تحصل عليه أو لا، ليس فيه زكاة حتى تقبضه، إذا قبضته تزكيه عن سنة، وقيل تزكيه إذا تم عليه سنة بعد القبض، المهم إذا قبضته صار زكويا لأنك تمكنت منه. نعم. المستمع أحمد سعيد من أبها يقول: هل من عليه دين يفوق ما عنده من مال يزكي أم لا؟ يزكي ما دام يملك مالا تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول، إنه يزكي ولو كان عليه دين، لأن الصحيح من قولي العلماء أن الزكاة تجب في المال ولو كان على صاحبه دين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد مقيم في المملكة وهو من اليمن يقول: نحن نعمل في هذه البلاد المباركة، وعندما نريد أن نحول مصاريفنا إلى بلدنا في اليمن نسلم المبلغ بالعملة السعودية ويسلم لنا في بلادنا بالعملة اليمنية بأقل من سعر الصرف، فهل هذا جائز؟ هذا مشكل، لأنه صرف، الصرف لابد من التقابض في المجلس، لابد من التقابض في المجلس، فتشتري العملة اليمنية وأنت في السعودية تحولها، لأجل أن تخرج من هذا الإشكال تشري العملة اليمنية في السعودية وتحولها إلى أهلك في اليمن. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. هذا أحد الأخوة رمز لإسمي بميم صاد يقول: أخذت قرض ولم أكن أعلم أنه حرام واستفدت منه وصرفته، والآن علمت أنه حرام، فماذا أعمل؟ عليك التوبة إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا، وما دام أن المال استنفد وليس ولم يبقى منه شيء نرجو الله أن يعفو عنك إذا تبت إليه ولم تعود. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، ونأتي إلى نهاية هذه الحلقة مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأله عز وجل أن يبارك لنا بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي على خير، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.